ضيفنا في الاستوديو كبير استراتيجي الاسواق في امانه كابيتال نور الدين الحموري. صباح الخير. صباح نور. يعني عم نحكي في كثير مواضيع واحد يحكي فيها، ولكن بعد هذا التقرير ابرز ما نلقي نظره عليه هو ربما مؤشر نيكي والتصحيح الكبير في اسبوع واحد، لماذا؟ نوعا ما يعطي إشارة جديدة إلى أنه كل الارتفاعات التي تحصل أو التي حصلت في الأسواق منذ نهاية ممكن أن نقول العام الماضي إلى اليوم هي كانت بدفع أكثر من التيسيرات الكمية وضخ السيولة أكثر مما هو كأساسيات الاقتصاد. يعني شهدنا لازالت على الأقل في يعني في اليابان التضخم لازال في الماينس أو مؤشر سعر المستهلكين ناقص 0.7%. الإنتاج الصناعي نوعا ما جيد لكنه أيضا لازال النمو يعني بكثير متواضع جدا. فهذا كله إلى الآن مجرد ما شهدنا انخفاض 15% كان على إثر أول 7% كان على إثر حديث برنانكي عن أنه هناك احتمالية للتضييق والتخفيف في نفس الوقت. بس يعني والبنك المركزي الياباني ودعمه للصادرات يعني ألا ينعكس بشكل إيجابي؟ نحن شفنا على المدى الطويل بواضح. أكيد على المدى المتوسط والطويل أكيد. إحنا البرنامج التيسير الكمي والنوعي صار له حوالي شهرين تقريبا أو ثلاثة أشهر معلن عنه، دائما ما تعطي ثماره في أول ربع والثاني والربع الثاني. فإلى الآن هذا ما يعني تحاول الولايات المتحدة الأمريكية كبح جماح اليابان. يعني منذ أن بدأنا في هذا التيسير الكمي والنوعي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والسياسات بشكل عام التدخل في يعني في اليابان، لأنه لا يريدون تضعيف عملتهم أكثر من ذلك، لأنه من سيضر هو أكثر شيء الولايات المتحدة الأمريكية. فهي فترة مؤقتة أعتقد، لازلنا أمام فعليا مشوار من على الأقل من ضعف الين وحتى مشوار من انخفاضات في الأسواق المالية، لكن ليس بهذه السرعة. طب على الرغم بما أنك ذكرت الولايات المتحدة، على الرغم من صدور بيانات جيدة فيما يتعلق بثقة المستهلكين، نرى أيضا أن الأسواق أغلقت على انخفاض، كيف تقرأ أنت؟ صحيح، مؤشر المستهلكين أو ثقة المستهلكين هو بالنهاية مسح، فهو سيرفي لا يعتبر كمؤشر قيادي، لكن اللي أعطى نوع من خيبة الأمل هو مؤشر مبيعات البيوت المعلقة الأمريكية التي هي لم تتم صفقتها بعد. فهذه الأرقام كانت متوقعة أن ترتفع بواحد 1.5% أجت في 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى أنه مجرد الاستمرار في الحديث عن أنه الفدرال الآن بخفض من تيسيره الكمي خلال الاجتماع المقبل، وهذا ما نستبعده فعليا في الوقت الحالي. بس هني لمحوا شوي لألا وتفاعلت الأسواق بشكل صحيح. كارثي من جديد تعطي دليل على أنه الأسواق المالية الآن هشاشة اقتصاد ولا يعكس فعليا أساسيات الاقتصاد، وإنما تعكس فعليا أنه الفدرالي الأمريكي هو الذي يرفع الأسواق وليس فعليا بسبب يعني الانتعاش الاقتصادي ممكن. طب نحن قلنا فترة كتير عم نحكي كمان عن الاقتصاد الآسيوي والاقتصاد الأمريكي وانعكاس ذلك على المنطقة هنا، ماذا عن الاقتصاد الأوروبي؟ هناك طبعا تصريحات من البنك المركزي البريطاني والمركز الأوروبي. الأسبوع الحالي من الممكن فعليا أن نبقى بدون تغيير، كان في عندنا تخفيض لأسعار الفائدة الاجتماع الماضي بالبنك المركزي الأوروبي، وغالبا ما سيتم الآن الفترة هاي أيضا يعني تثبيتهم عند نص نقطة مئوية، لكن الأهم غالبا ما سنسمع من البنك المركزي الأوروبي عن احتمالية تخفيض أسعار الفائدة على الودائع في نهاية الصيف، يعني ممكن نقول بشهر 9 تقريبا. هذا شيء وارد فعليا، لكن البنك المركزي البريطاني أو بنك أوف إنجلند غير المتوقع فعليا أن نشهد أي تحركات. هذا الاجتماع هو آخر اجتماع للمحافظ الحالي ميرفن كينج، ننتظرون المحافظ الجديد كارني في يوليو الأول. من الممكن أن يبدأ كارني مشواره في هذا البنك مع المزيد من التيسير الكمي كما حصل مع ماريو دراغي عندما قام بتخفيض أسعار الفائدة في أول في 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 أول اجتماع له، وخصوصا إنه المعدلات التضخم في بريطانيا انخفضت من 2.8 إلى 2.4. نور الدين الحموري شكرا جزيلا لك، عزبناك اليوم. شكرا. شكرا شكرا. نتابع الآن أبرز التغريدات التي صدرت مؤخرا من بعض الشخصيات الهامة من الإمارات.